خمس اخطاء بتعملها وانت مسافر من مطار القاهره، ركز معايا في الفيديو ده عشان تحاول تتلاشاها الفتره الجايه. خطا دلوقتي معظمنا بيقع فيه ان في ناس كتيره مننا بتسافر معاها اشياء ثمينه، زي مثلا معاك لابتوب، معاك موبايلات غاليه، معاك تابات، معاك مجوهرات، معاك ساعات مثلا. الحاجات دي كلها بتعرضك ان انت وانت داخل مصر دلوقتي ممكن ان انت تتجمرك عليها. فحل الموضوع ده ان انت قبل ما تسافر تروح للجمارك وتقول لهم ان انت عايز تثبت الحاجات اللي معاك علشان تتفادى ان انت وانت راجع ان انت ممكن تتجمرك عليها. الخطأ التاني ان في ناس كتيرة وهي مسافرة تبقى فاكرة ان هي تاخد 10,000 من اي عملة، انما الصح ان انت تاخد 10,000 دولار او ما يوازيها من اي عملة تانية. يعني انت مثلا لو هتاخد يورو ما تاخدش 10,000 يورو، تشوف الايكوال بتاع اليورو والدولار. ال 10,000 دولار يعملوا لك كام يورو؟ عملوا مثلا 8,500 9,000 يورو، يبقى هو ده الحد المسموح بيه ان انت تقدر تسافر بيه بره مصر. تاخد معاك استرليني، ال 10,000 دولار يعملوا حوالي 8,000 استرليني. انت برضو عشان تتجنب اي مشاكل خد 7,800 استرليني علشان تتفادى اي حاجه ممكن تقابلك في المطار. في ناس كتيره ما بتبقاش واخده بالها ان هي تاخد قد ايه بالجنيه المصري وهي مسافر. الحد الاقصى ليك بالجنيه المصري 5,000 جنيه مصري فقط، مش ما يوازي 10,000 دولار، لا ده حاجه وده حاجه تانية. ليك 10,000 دولار او ما يوازيها من اي عمله، والمصري ليه معامله تانية. الجنيه المصري تاخد 5,000 مصري فقط، ده الحد المسموح بيه ليك وانت مسافر بره مصر. الخطا الثالث اللي في ناس كتيره بتقع فيه ان هي تبقى مسافره ومعاها كروت لاشخاص تانية مش مسافره معاها. يعني انت مثلا لو اسره مفيش اي مشكله ان انت يبقى معاك كارت، وزوجتك يبقى معاها كارت، واولادك كل حد فيهم يبقى معاهم كارت يحمل اسمهم عليه، الاسم بتاعهم. انما لو هم مش مسافرين معاك ما تاخدش الكروت بتاعهم عشان ما يحصلكش مشكله وانت مسافر في المطار. لان دلوقتي زي ما بيتم التفتيش على العمله وبيتسال عليها، دلوقتي برضو بيتسال على كروت الفيزا اللي معاك، ولازم بيطلعوا عليها. لو لقوا كارت مش مكتوب عليه اسمك بيمنعوا السفر بيه. الخطا الرابع اللي في ناس كتيره برضو بتقع فيه ان لو انت حاجز طيران كونكشن او ترانزيت بتختار وقت ترانزيت قليل، وده بيبقى غلط كبير جدا، وارد ان هو يعرضك لمشكله. ابسط حاجه مثلا ان ممكن الطياره وهي طايره او ان هي هتقلع لسه مثلا من مطار القاهره اتاخرت. في ناس كتيره جدا ما تبقاش واخده بالها ان الطياره التانية مش هتستناك، الطياره التانية ليها ميعاد وهتسافر في ميعادها. فعشان كده الوقت ده انت لسه هتوصل هناك وهتدور على مكان الجيت بتاع السفر فين والاجراءات على ما تخلصها، فالحاجات دي كلها هتاخد منك وقت. فانت كده تعتبر بتجازف في وقت الترانزيت. انسب وقت للترانزيت هو من 3 ساعات لـ4 ساعات، ده هيكون انسب حاجه علشان خاطر ان انت تحاول توصل، امنت نفسك. الطياره مثلا طلعت من مصر او طلعت من اي دوله طلعت متاخره، يبقى انت متامن في الناحيه الثانيه. في برضو حاجه تانية ان انت قبل ما تسافر تبقى مامن شنط هتستلمها في اخر دوله انت هتوصل فيها. يعني مثلا انت لو مسافر زي مثلا على سريلانكا وعندك ترانزيت في الدوحه، الشنط انت مش هتستلمها في الدوحه، الشنط انت هتستلمها في سريلانكا. لازم تبقى مأكد على النقطه دي وانت بتعمل بوردنج في المطار. لو انت ما لحقتش الطياره الثانيه بتاعتك، في 2 سيناريو ممكن يحصل لك في الوقت ده. اول حاجه ان الشنط تروح توصل للبلد الاخيره اللي انت هتنزلها وانت ما تلحقش تركب الطياره بتاعتك، فده بالتالي هتنزل انت ما انتش عارف لسه هتركب ايه ولا هتركب امتى، ولسه هتوصل البلد الأخيرة وتدور على شنطك، فده هيضيع منك وقت. السيناريو التاني ان انت تركب الطيارة اللي هتوصلك الوجهة الأخيرة بتاعتك والشنط ما تكونش لسه لحقت انها تدخل في الطيارة الأخيرة عشان وقت الترانزيت بيبقى قليل، فده هتوصل هناك المطار في الوجهة الأخيرة بتاعتك ولا هتلاقي شنط جت ولا هتلاقي حاجتك جت، وهتبتدي ان انت تتابع مع المطار وخط الطيران عشان تعرف الشنط بتاعتك هتيجي امتى. في خط مثلا يجي يقول لك طب روح الاوتيل بتاعك او مكان السكن وسيبه لنا عشان نتواصل معاك علشان نبعت لك الشنط عليه، ده ممكن ياخد منك وقت، ياخد يوم، ياخد يومين، ياخد 3، على حسب الترتيبات هتاخد منك وقت قد ايه. فكل ده بسبب ان انت ما امنتش نفسك في وقت ترانزيت كافي علشان ما تقعش في المشاكل دي كلها. الخطأ الخامس ان في ناس كتيره ما تبقاش واخده بالها ان هي لازم تعمل تصريح سفر او موافقات امنيه قبل ما تسافر. خلينا في الاول نفرق ما بينهم، ان ده حاجه وده حاجه، ده بيطلع من جهه وده بيطلع من جهه تانية. تصريح السفر ده بيطلع من الجيش من منطقه التجنيد، الموافقه الامنيه بتطلع من اكاديميه الشرطه القديمه الموجوده في العباسيه، ده حاجه وده حاجه. لو انت شاب ومكتوب في باسبورك في سن التجنيد او تحت الطلب، يبقى انت لازم تعمل تصريح جيش.
اللي هو بيطلع من منطقة التجنيد. تصريح الجيش ده بيطلع في وقته، وكل حكاية ان انت بتروح بتسدد الرسوم او بتدفع اونلاين وبيجي لك على الواتساب. بس خلي بالكم ان في دول بتبقى المسمى بتاعها دول محظورة، فلازم بتاخد وقت كافي قبل ما تسافر ان انت تكون مأمن نفسك ان التصريح يجي لك. يعني مثلا في دول زي تركيا هو بيقول لك تاخد 21 يوم. ده بالنسبة لتصريح الجيش. الموافقات الأمنية، الموافقات الأمنية لأي فئة سواء ذكور أو إناث، سن 12 سنة لحد 40 سنة، سواء راجل أو ست، ولد أو بنت، أيا كان، من 12 لحد 40 لازم تعمل موافقة أمنية، ودي برضو بتكون لدول معينة مش لكل الدول.